عقل صوتي. تلقيت اتصالات كتير من قادتي ومن زملائي ومن مرؤوسيني، ولم يكن أبدا عندي اتصال مقدر زي الاتصال اللي تلقيته من أم الشهيد، أمي السيدة إيمان الغريب اللي موجودة بينا النهاردة. بقول لك يا أمي، الشهيد هو صاحب الفضل عليا وعلى كل إنسان بتآمن في هذا الوطن. الشهيد اكتشف مخزن كبير للعبوات الناسفة. العبوات دي يا أمي كانت هتستهدف قواتنا، وكان هيروح بسببها أرواح كتير. الشهيد يا أمي أحبط عمل كبير كانت العناصر التكفيرية بتعد للقيام بيه. يا أمي لو ما كناش عملنا كده ما كناش نبقى جيش مصر، ولا كنا نستاهل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فينا إن إحنا خير أجناد الأرض. يا أمي الشهيد هو صاحب الفضل والمنة. إحنا عملنا كده لأن إحنا اتعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا أبدا شهيد أو مصاب. القوات المسلحة اللي علمتنا عند التكليف بأحد المهام قدامنا خيارين اتنين بس ملهمش تالت، إما النطر بشرف أو الاستشهاد ببطولة. هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من الحياة، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، اللي يضرب له 100 عظيم سلام، هو ده اللي حب بلده فعل مش كلام، هو ده اللي هم يشوف بلاده كل يوم، هو ده ماشي خطوة كبيرة فعلا للأمام، اللي كل يوم يموت قصاده، اللي مش فارقة معاه حياته، اللي حامي ظهرنا عشان نعيش، ده اللي عارف ايه معنى الرجولة، اللي دوره في الحياة بطولة، وفي شهامته تضحياته ما تلاقيش، ده اللي لازم كلنا نشاور عليه، هو ده اللي مصر كلها بتبقى بيه، هو ده اللي صايم أرضي واللي بيحمي أرضي، هو ده اللي شايل مصر وحاططها في عينيه، اللي ما بيعرفش كلمة مستحيل، هو ده تقدر تدور تلاقي الدليل، هو ده انه فعلا خير جندي الله في ارض، هو ده وانه حارس البلد دي نهار وليل، اللي كل يوم الموت قصاده، اللي مش فارقة معاه حياته. انا سعيد يا عمر انك انت موجود معانا، وانت مبسوط؟ وانت يا جميلة مبسوطة؟ وانا كمان مبسوط جدا، والدنيا كلها مبسوطة بيكم النهاردة ان انتوا موجودين، الناس كلها بتشوفكم، انتم ولاد الابطال، ولاد الابطال، وليكم في رقبتنا كل الخير والامان والسلام، ليكم في رقبتنا كل الامان والخير والسلام.